ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. يا ولدي يا حبيبي، اطلع من هالغرفة عشان تفرحني وتفرح أمك. اليوم 2 يناير 2035، في مثل هذا اليوم، من هو يدري قبل 15 سنة وش صار في مثل هذا اليوم؟ مواليد كم انتم؟ 2020. هذه السنة كان فيها حدث عصيب، حدث عظيم جداً، غير ملامح العالم كله. البحرين مو استثناء، دخلت في هذا النفق المظلم. هذه السنة يسمونها سنة الكورونا. عقب تتلفتون هنا، شو الكورونا هناك يعني؟ أنا سمعت عنه بس ما أعرفه. حاليا كورونا ما يجي المدرسة. كورونا تمشي على الأرض وتجي المدرسة؟ الله لا يقوله. كورونا اسم فيروس، في ذاك الوقت سموه كوفيد 19. هذا المرض دخل العالم في نفق مظلم، في وباء ما كان له مثيل. الناس عاشت في خوف وفي رعب. نكمل موضوعنا عن الفيروسات والجراثيم والميكروبات والبكتيريا. انتبهوا. السلام عليكم حجي ناصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش احوالكم يا اولادي؟ زينين الحمد لله. وينك من زمان ما نشوفك؟ والله وش اقول لكم يا اولادي، المرض صار حني اسبوعين
قلت بطلع برا اغير جو واغسل السياره. اجر عافيه ابو ناصر. سلامات يا الجار ما اشوف شعر. الله يسلمكم يا اولادي، ولا تنسون سلموا على ابوكم. الله يسلمك. مع السلامة مستر فيصل، هابي ويكند. اوكي. ليش ما اسال حج ناصر عن مرض كورونا؟ اكيد عنده خبر. ها يا ولدي اللي رجعت. عندي سؤال، تعرف معناه؟ انت قول السؤال يا ولدي وبعطيك معنى. اليوم استاذ العلوم علمنا عن مرض خطير انتشر، وهالمرض اسمه كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم، وش جاب هالطار اللي ما ينبغى؟ روح روح بيتكم اكو يحارسونك على الغداء. ليش معصب علي؟ انا ما قلت شي غلط. حسن، فيصل، الغداء جاهز. كم مرة أناديكم؟ والله ما غلط عليه، بس سألت سؤال عن كورونا وعصب. أكيد غلط عليه، وش مسوي؟ اعترف. وينك يا يبا؟ يا أبو جميل الغداء جاهز يا يبا. وش عندكم يا أولادي؟ متهاوشيني منو؟ ها؟ تهاوشيني منو؟ ومن متى يا أبو حسن سمعت شكاية على أولادنا؟ أولادنا وش حلاوتهم؟ كنهم البخت. شكراً شكراً يا هيئة الدفاع العام. والآن نسمع أقوال المتهمين. أنا مالي شغل، اسألوا فيصل وش مسوي في الفريق. بسم الله، باكل سلطتي وأنا أسمع اعترافاتكم. لايق علي القاضي؟ لا، يلا اعترفوا. أبوي أنا سألت جارنا حج ناصر عن الكورونا بس. سالفة الوباء سالفة طويلة، وأنت يا ولدي اخترت شخص مو من المفترض انك تسأله. مسكين حج ناصر، بسبب هالوباء توفت امه، وبعد فترة بسيطة اقل من شهر توفى ابوه. افا والله ما كان قصدي. الله يرحمهم، المسكين ما زال متأثر، واي واحد يذكر مصيبته اكيد اكيد راح يسترجع آلامه وذكرياته. وليش سموه ولده كورونا؟ الله يسامح اللي بدعوا عليها الاسم، ما تسوى عليه يا ولدي، إن جابوه في السنة المنحوسة، سنة الوباء. صح، تذكرت يوم كنت في صف الثالث، يوم يجون الصحة بيتهم ويشيلون المصابين منه. كانت سنة غريبة علينا، أشياء أول مرة نشوفها، لا طلعات لا مدارس لا أسواق ولا مساجد ولا شيء. لحظة، يعني ما كنتون تروحون المدرسة؟ لا يا أخوك، كلنا ندرس في البيت وعن بعد والكل ناجح. والله فلا، كان نفتك من هالمدرسة. فال الله ولا فالك يا ولدي، الله لا يعودها من أيام قشرة. تتذكرين يا أمه أول ما بدأ المرض قلبتين البيت، تعقيم تغسيل تنظيف، رايحين جايين رايحين جايين، كله على هالمعقم. إيه والله ما تنلام حسن، كانت تقيس درجة الحرارة لنا على طول على طول، كلها خايفة على هالأبطال. الحين خلوا عنكم هالسوالف وخلنا نتغدى. يا أبو جميل، أبو جميل حياك على الغدا يا يبا. يوسفي، أمس أبوي خبرني عن كورونا. وش خبرك يا مستر فيصل؟ يقول إذا واحد صده كورونا يخلونه في حجرة بروحه. يعني ما يسولف يا أحر؟ يسولف بالتلفون لكن بعيد عنها. لا تلمس. وبعضهم إذا تعب من المرض يودونه المستشفى. شو ما لحقنا على هالأيام؟ إحنا جابونا في سنة المرض، من كده والحج ناصر يسمونه كورونا مسكين. أشوفه ما يطلع من البيت كلش. هذا حاله يا أبو أحمد،
من كم سنة وهو حابس روحه في هالغرفة، ما يفتح باب الغرفة إلا لأمه بس. عيا العيال الفريج يعلقون عليه من يوم صغير، ليش؟ خفت عليه من تعليق الناس وحسبتي طلعت غلط. أكيد الولد بيتعقد من كثر ما يعرون الناس برا. لا تلومني يا أبو أحمد، من صابني مرض كورونا وخلاني ما بين الحي والموت ونفسيتي تعبت. لا والله ما لومك أخوي. من كذي خفت على الولد يعايرونه بكورونا، واللي خفت منه صار. الله المستعان يا ناصر، والله يكون في عون الولد إن شاء الله. تفضل شاي يا جدي، شاي ام حسن. الله خوش شاي مزعفر ومهيئ، تسلم ايد اللي سوته. وش رايكم يا يبا نطلع بكرة الصباح نتريق على البحر؟ والله ايش اقول لك، شوركم وهداية الله. انا موافق بس بشرط تقضي مشاوير الوالدة لو نسيت. بس طلعت البحر وياكم. يلا من رخصتك يا يبا، بارح اشوف طلبات ام حسن حق زواج اختها. الزواج الاثنين والتعب لالفين. لا تقصر عليها ام حسن، ترى هذه العزيزه الغاليه. يا انا اقول لك ان شاء الله يا اخي. ايه بجي وياكم، بس وصلون وياكم على طريقكم المكتبه، عندي كم شغله باخذها حق مشروع التخرج مالي مال الجامعه. ابويه انا بقعد ويا جدي. خذ راحتك يا ولدي، خذ راحتك، بس ها ما وصيك ما بك تزعج جدك. يلا فمان الله يا يبا، تامرني على شيء؟ الله وياك، ما يامر عليك عدو. يلا فمان الله. هاي ولدي، ما بتروح تسبح يا ابوك واخوه؟ بعد النوم ضرب في الراس، خلنا صحصح شوي بعدين نروح نسبح. على راحتك يا ولدي. جدي انت امس قلت لي لو عشت الحرمان كم ما قلت هالكلام، وايش تقصد سنوات الكورونا المنحوسه؟ لا لا تقول منحوسه، قول سنه خير يا ولدي. خير؟ ما حد بينا يجيب طاريها. كل شيء يجي من رب العالمين صلاح وخير، حتى لو ظاهره شر باطن خير. اي خير يا جدي، يقولون المرض قتل ناس واجد وانت تقول خير. المرض يا ولدي ما كان خطير للغايه اللي احنا نتصورها، انا وابوك صادنا هالمرض وتعافينا ولله الحمد. كل اللي توفوا بسبب هالمرض هذا كان مناعتهم قليله وعندهم امراض مزمنه، والله اختارهم. صدق يا ولدي كل شيء السكر، لا روحه لا جيه لا سفر لا مساجد، صرنا محبوسين في بيوتنا وارواح عزيزه علينا راحت، لكن كل هذا بمشيئه الله سبحانه وتعالى. عشان كذي حكمه رب العالمين تحسسنا بقيمه النعم. الله لا يحرمني منك جدي. بارك الله فيك يا ولدي، بعد ولادتك بكم شهر فقدنا جدتك الله يرحمها، كانت مريضة من قبل تعاني مرض في الرئة وما تحملت الفيروس وانتقلت إلى رب العالمين وراحت عن هالدنيا بلا تشيع ولا تعزية. وليش ما شيعتونها ولا سويتون لها فاتحة؟ احنا ما شيعناها يا ولدي، كانوا المصابين واللي يتوفون بمرض الكورونا تحت إجراءات صارمة واحترازية عشان ما ينتشر المرض. الله يرحمها جدتي الغالية. انت ما تبغى تستانس يا ولدي، جاي تستانس هني، روح سبحي ابوك له. ان شاء الله جدي، الحين اراويك المهارات العالمية في السباحة. ولدي حبيبي اكو جارك ابو احمد يبي يكلمك، تفضل يا ابو احمد وقنع الولد. ولدي يا بعد قلبي تسمعني يا ولدي، الليلة بنطلع البحر أنا يبوك، شو رايك تطلع ويانا؟ وش يا مستر فيصل، أنا أمس سألت أبوي عن أول إصابة في البحرين. إيه يا مستر بن خالة ادلو دلوك. واو التقوي في اللغة العربية، قول بلا هريج وش قال لك؟ يقول أول إصابة في البحرين اتأذى واجد من الناس. شلون؟ أنا أقول لك شلون. وش فيك انت؟ تبي تقتل اولادنا؟ ايش صاير؟ روح روح لا تنقل لنا المرض.
ألو؟ إيه أنا رحت فحص بس للحين ما طلعت النتيجة، بس تفاجأت صوري في كل مكان منتشرة. حياكم هيالي، ترى احنا بخير، ما لكم إلا الملغوم، تراه علاج لكورونا. أتغشمر وياكم. شفاء أول مصاب بالكورونا في مملكة البحرين، وإيش نصيحتك للمصابين الموجودين في الحجر؟ أقول لهم أهم شيء النفسية والصبر، وراح تعدي إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. يقول من خوف الناس ما عرفوا يتصرفون عدل. يبا لنا نسولف ويا أبوك، أما الآن فلنذهب. ويحك، هل أنت صادق؟ لا، أنا فيصل. وناس للأسف ما قدرت تكمل ويانا الحياة. جدي يقول إن ولدها هو اللي نقل لها المرض. الأمر كان صعب في البداية، كانت الناس ما تدري وش تسوي، خبر مني وخبر منك، وفي ناس ما صدقت من الأساس لأنها ما اتخذت الإجراءات الصحية المناسبة ولا الصحيحة، وكل واحد قام جاب شيء من عنده، صار عندنا انتقل الوباء بشكل رهيب. وليش مو مصدقين أستار؟ بسبب السوشيال ميديا. في السوشيال ميديا صار شيء غريب جدا، كل واحد قام يحط خبر من عنده، وناس ثانيين يقومون يضربون هذا الخبر، وصار عندنا في النهاية فوضى. في ذيك السنة صار شيء اسمه فوضى السوشيال ميديا. هذه الفوضى تسببت بإزهاق الكثير من الأرواح. وكم واحد مات من المرض؟ ملايين. كل هالملايين وما حد مصدق. الفوضى. يلا يا شباب روحوا صفوفكم. حي الله الجارة. الله يحييش يا مفيصل. اي خي، تتذكرين ايام كورونا والزعلة المشهورة؟ ايه، الله لا يرجع علينا مثل هالايام. وش اسوي خي، مشكلتي واجد ابالغ في الاحترازات. ايه عدل كلامش، المبالغة غلط، لكن الوضع كان صعب ويتطلب. وش اللي خسرنا عمتي غير اهمال الجيران؟ لا تنغزين لي ها. نغزة مو مقصودة، إلا بقول ليش وش أخبار الولد؟ على عمري هالولد، خاش روحه في الحجرة ولا يبي يطلع. الله يحفظه ويخلي ليكم. أبوه تعب وياه بس ما في فايدة، ما يبي يطلع. وش نسوي يا شطانة الجهال، من يحطون على الواحد خلاص. مو بس الجهال يا خيّة، في بعد جهال كبار. أغلب الناس ما بتفهم إلا إذا صابر ركب السيكل. صادقة. ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. ألوان جمال عمرك سار.
الصاثر تمهل في النظار تأمل في العبار هاي الدنيا ألوان سمعك والبصر في ليل السحر لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان.